الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية الفأر في المنام للبنت العزباء، فتابعونا وما تنسوناش بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. إذا رأت البنت العزباء في الحلم أنها تقوم بضرب الفأر بقوة على رأسه، فهذا قد يفسر بأن هذه البنت العزباء سوف تتحدث عن أحد ما بأمر سيء، ويجب عليها أن تتوقف وعدم التحدث، وهذا تحذير من الله عز وجل لكي لا تأخذ سيئات في حياتها، والله أعلى وأعلم. ويفسر بأن إذا رأت البنت العزباء في الحلم أنها تتحدث مع الفأر وكأنها مجسد، يعني كأن الفأر مجسد على هيئة شخص وهي بتتحدث معه وتتحاور معه، فهذا يدل على الصدقة المستجدة التي سوف تفعلها عن قريب بإذن الله. يعني هي بإذن الله عز وجل هتتصدق عن قريب بإذن الله عز وجل. تفسير حلم الفأر في المنام للمتزوجة. وقد يفسر بأنه إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها أنها تشاهد الفأر ولونه أبيض ويجري ويلعب بجانبها، وهي لم تكن خائفة منه، فهذا يفسر بأن المرأة المتزوجة الحالمة سوف يحدث لها بعض الأمور المزعجة في حياتها، ولكنها سوف تتخلص منها بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا رأت المرأة المتزوجة فأرا صغير في المنام وقامت بضربه على الفور، فيدل المنام على أنها سوف تتخلص من عدو ضعيف في حياتها، والله عز وجل أعلى وأعلم. وأن الله ينعم عليها بالستر والراحة البال، والله تعالى أعلى وأعلم. مشاهدة الفأر في منام المرأة المطلقة. أما إذا رأت المرأة المطلقة فأرا أسود في المنام وكان حجمه كبير، فيدل المنام على أنها سوف تواجه مشكلة كبيرة أو أزمة كبيرة في حياتها، فإذا قتلته في المنام وتخلصت منه تماما، فيدل المنام على أنها سوف تتخلص من تلك المشاكل والأزمات الكبيرة في الحياة، والله تعالى أعلى وأعلم. أما إذا رأت المرأة المطلقة في المنام أنها تحاول أن تخرج فأرا داخل بيتها وتتمكن بالفعل من خروجه، فيدل المنام على أن الله سوف يأتيها بالفرج والسعادة وتتخلص من بعض الأمور المزعجة في حياتها، والله أعلى وأعلم. ما تنسوناش أخوانا بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.